بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بحضراتكم على هوا مصر. في البدايه قبل ما ابتدي الحلقه عايز اقول احنا مقصرين مع الناس اللي بتبعت لنا رسائل. الحقيقه طبعا انتوا شايفين نتيجه الظروف والضغوط اللي فيها البلد وانشغالنا بالسياسه كتير جدا. السياسه والاحداث السياسيه للاسف بتلهينا عن مصالح حقيقيه للناس، ما ينفع الناس ويمكثوا في الارض. لكن طبعا ان شاء الله انا بوعدكم باذن الله حلقه بكره هيكون فيها عدد كبير جدا من الرسائل اللي جات لي، وان شاء الله برضو بعض الحلول اللي وردتنا الفتره اللي فاتت بوعدكم ان احنا نهتم بيها بكره. لكن النهارده يوم خاص، يوم يعني اعياد تحرير سيناء، من جهه دعوه للتظاهر احتجاجا على تعيين الحدود البحريه، من جهه اخرى ثم هذا المشهد الذي رايناه اليوم من انه المؤيدين للنظام وللاداره وللرئيس السيسي هم اللي تواجدوا في الشوارع فيما اختفى المتظاهرون. طبعا علامات استفهام وناس كثيره بتتكلم. انا طبعا كنت اتمنى من وجهه نظري الشخصيه ان يكون في اداء زي المره اللي فاتت كده، الناس بتنزل وبتتظاهر وبتقول كلمتها وبترجع، كان هيبقى يعني الحقيقه احلى. لكن أنا نظرا لصعوبة هذا المشهد وتفسيراته وتعقيداته المحلية والمصرية والعربية والأمنية والدولية إلى آخره، لم أرى خيرا من الدكتور عبد الرحيم علي النائب البرلماني والكاتب الصحفي والإعلامي اللامع أن يكون ضيفي النهاردة للتعليق على هذه الأحداث وقضايا أخرى، خاصة أنه هو عنده معارك متعددة في البرلمان. أهلا بيك دكتور عبد الرحيم علي. أهلا بيك. أهلا بيك خالد بيك. بسعد بوجودك معايا على الهواء دايما. أنا اللي بسعد دايما والله. أنا عايزك تقول لي إزاي شايف المشهد النهارده؟ بس يعني بسعيد أكتر لما تعزمني في الحفلات. ده أنا عينيا. آخر حفلة كانت فرح ابني. حبيبي ربنا دايما يجعل أيامك كلها فرح. الله يعزك يا دكتور. ربنا يخليك. قول لي المشهد النهارده كان لافت للانتباه، يعني الناس توقعت مظاهرات وطبعا احنا كنا بننصح الناس امبارح انها تتظاهر وان ده حقها الدستوري وان هي ترجع بعد ما تتظاهر وزي ما حصل المره اللي فاتت، لكن النهارده واضح انه كان في توتر اكتر يعني عند كل الاطراف، الامن متوتر، الشارع متوتر، وظهور اكبر للمؤيدين وللاجواء الاحتفاليه. هل ده يعني يثير اي علامات استفهام ولا شايفه امر طبيعي في ظل اللي بيحصل في البلد؟ شوف، من حق المؤيدين او الذين يريدون الاحتفال، مش ده احتفال، ب 25 ابريل عيد الاستقلال وعيد استرداد الكرامه واسترداد الارض، من حق الناس تفرح فيه. بالعكس انا شايفه موضع فرح، يوم فرح للمصريين. صحيح. مش يوم تظاهرات ضد فكره معينه. واحد. اثنين، في ناس بتتعب من التخطيط الكتير، بتتعب من التخطيط، فتقعد تخطط للثوره طول الليل فتنام طول النهار. فده يبدو ده حصل، في ناس قعدت تخطط لمده اسبوع او اسبوعين، تعبت جدا من التخطيط، نامت النهارده. يعني تقصد انه يعني هم المتظاهرين اللي ما نزلوش ولا نكتة تضييق؟ لا، النكتة القصد منها ايه يا استاذ خالد؟ يعني هل حصل تضييق على المتظاهرين في خالص خالص؟ هو ايه اللي حاصل؟ اللي حصل ان في نخبه يعدوا على الاصابع الواحده ظهروا لنا في اعلان فيرمونت الشهير الداعم لرئيس الجاسوس محمد موسى العياط ضد نفس الاسماء اللي وقعت على تظاهرات اليوم. لو انت بتكلم على ادي الموقعين على اعلان فيرمونت مثلا، وائل غنيم، علاء الاسواني، خالد البلشي، خالد علي، زياد العليمي، خالد داوود، شهد الغزالة حرب، جمال عيد، جميلة اسماعيل، سالي توما، خالد عبد الحميد، ليلى سويف، صراع فتاح، مش دول، هم دول بعينهم واخرين مضوا التظاهرات الجديدة. طب فالشعب المصري ده مش شعب، اذا تخيل. بس خد بالك ان برضو يعني هم تأييدهم لمورسي في فيرمونت مش معناها ان هم يعني ممكن يكونوا زعلانين على موضوع الجزء، مش مبسوطين من اللي حصل. لا، ده موضوع، بس انا دايما الشعب المصري مش زي ما بيتخيل الناس بتاكل فول وطعميه وبتروح مش عارف ايه وبتعمل ايه، غير صحيح هذا على الاطلاق. وانا مش مغيبين يعني. لا خالص، مش مغيبين الشعب، عارفين خالد صلاح وعبد الرحيم علي وعارفين محمود وسمير ومحسن، عارفين كل الناس بيعملوا ايه وبيسووا ايه، واخد منك موقف لحد هنا وبياخد منك موقف لحد هنا وبيزعل منك لما تعمل كذا، وفاهم وعلى القهاوي لما تقعد يحلل لك الاعلاميين ويحلل لك السياسيين. فالناس تقول لك لا، مش ده اللي دخلني في الحيط.
يعني بالوايه كده. تقصد بس مش مصدقه دول؟ ما صدقوا ازاي؟ ده دخلني في الحيط رسمي. ده دخلني في سنه من العذاب والتوهان، بهدلت لي الدنيا، بهدلت لي البلد دي خالص. قدم لي ناس على انهم ملائكه طلعوا شياطين، طب اصدقك ازاي تاني؟ ما اعرفش اصدقك تاني. كويس؟ عارف انت القصه الشهيره بتاع الامام البخاري راح يجمع حديث، فلقى الراجل بيحط بيعمل ايده كده وبيقول له الحصان كده على انه في ايده سكر. فقال له طب اخد منك حديث ازاي؟ وبالتالي انا اخد منك كلام ازاي؟ اذا رؤيتك غلط، اذا انت دخلتني في حاجات استراتيجيك ما ينفعش فيها ان انا ساومك بعد كده. يعني انت جيت قلت لي مثلا النهارده ان في موضوع خطير جدا 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 هيحصل بكره. تاني يوم مفيش حاجه خاصه في مصر. لما تيجي تقول لي بعد بكره حاجه، يا عم امبارح قال لي الدنيا هتخرب مفيش حاجه حصل. لكن لو قلت لي مثلا في شويه حاجات بسيطه وما حصلتش، ماشي تمشي الامور. لكن حدث زي منح الاخوان السلطه في مصر ليس حدثا بسيطا. يتوس بقى يفضل يعني يفضل صب يعني في نخبه عليهم. لا لا لا، في نخبه اعتادت الاتي انها تدعو للتظاهرات طول الوقت. يعني هات كل التظاهرات من تظاهرات الدستور الاولاني مارس 2011 لحد النهارده، ما فيش مظاهره ما دعاش ليها الناس دي. اي عارف ان انا جاي في اي مظاهره؟ اي مظاهره هو جاي فيها. طبعا انت النهارده المواطن تحت حاسس اكتر مني ومنك. يمكن انا وحضرتك مثلا بنلاقي ناكل نشرب مش عارف نعلم ولادنا، في ناس تعبانه وعندها المواطن تعبان. فمع عارف يعني ايه تظاهر، يعني تعطيل حياته. عارف يعني ايه فوضى. شافها بعينه، شاف بنته مش عارفه ترجع الساعه 8 بالليل، استغاث بالامن كذا مره والامن مشغول في حته ثانيه مش قادر يجيله اثناء الفوضى. شاف بعينه يعني ايه غياب رجل الشرطه من الشارع، يعني ايه بالنسبه له، بالنسبه لاولاده في الحياه الفقيره والحياه الشعبيه وسيطرت والعشوائيات وسيطرت البلطجه وسيطرت. شاف بعينه، وبالتالي ليس لديه استعداد الى عوده الفوضى من جديد. ويعلم تماما ان اي مساس بهذا النظام، النظام ده صمام امان ليس فقط في مصر بالمناسبه، لما نيجي نتكلم على اللي بيحصل في المنطقه هو صمام امان للمنطقه، والا هو هي دي مصادفه. ها بوتين، الملك سلمان، اسمه الشيخ محمد بن زايد، ملك المغرب، ملك البحرين، رئيس وزراء، هو رئيس فرنسا، هو دي مصادفه أن هؤلاء الكبار جميعا يأتوا إلى هنا في القاهرة، لأن القرار الاستراتيجي النهاردة في المنطقة يصنع هنا في القاهرة. أنت دولة بتمر باقتصاد تعبان؟ نعم. أنت دولة عندك مشاكل اجتماعية واقتصادية؟ نعم. لكن دولة استراتيجية، دولة محورية، دولة قضت على كل أحلام الغرب والأمريكان في التوسع وفي عمل سايكس بيكو جديدة في المنطقة وفي تقطيع أوصال المنطقة من جديد لصالح الطموحات الإسرائيلية. وبالتالي لما أنت تعمل ده في 30/6، هذا الشعب العظيم والجيش العظيم لما عمل ده في 30/6، أنت دولة لازم الناس تيجي لك لحد هنا تقول لك نعمل إيه؟ نسوي إيه؟ نمشي إزاي؟ نروح فين؟ تمام. بس أنت هرجع لدي، لأن أنا عايز أخدك للبعد العربي والإقليمي كمان بعد شوية. لكن انت بتقول ان هؤلاء الاشخاص لم يعد يصدقهم احد، يعني النهاردة مفيش حد نزل فعلا ولا الامن هو اللي حصر مقراتهم؟ والله لو قالوا جامع الازهر في منطقة الحسين محد هيصدق، هيفتكروا انه لا دي كذبه جديده اسمها كذبه ابريل. يعني خلاص الناس. طب بس ما هم نزلوا الاسبوع اللي فات. نعم كان نزلوا الاسبوع اللي فات وكان عدد مناسب الاسبوع اللي فات. لا الاسبوع اللي فات كان قصه تاني. بص الاسبوع اللي فات ما حدش دعا لده. يعني في فرق بين الدعوه منظمه وبيان رسمي وبتاع مش عارف ايه. الناس بتحس بالخطر. والناس حاسه دلوقتي بالخطر، والناس حست قبلها، يعني ما بين الاسبوع اللي فات وبين الاسبوع ده في امل حصل يا استاذ خالد. في ملوك وامراء ورؤساء دخلوا مصر غيروا الحاله الاقتصاديه حتى. انت شوف الدولار اللي كان طالع بعد 12 نزل 40 قرش لا نزل النهارده ب 10 جنيه و20 قرش من 12 جنيه. انت بتتكلم عن 180 قرش في 3 4 ايام. فانت بتتكلم على يعني في عافيه بترجع للموضوع. النهارده الاحتياط النقدي 18.5 مليار دولار، ارتفع بنسبه كبيره جدا بالوديعه الاماراتيه. النهارده الوعود بالاستثمار في مصر جاده جدا. ليه؟ لان الناس اكتشفت ان ده العمود الفقري بتاع المنطقه. ده لو اتكسر المنطقه دي كلها ضاعت. يعني احنا لما قلنا مثلا يا جماعه ما ينفعش، احنا دوله كبيره، ما ينفعش تقول لي بعد ساعه انا رايح اليمن. ما ينفعش تقول لي تعالى ورايا، انا صحيح فقير، انا صحيح غلبان،
انا صحيح ظروفي صعبه، صحيح بقول لك من بس انا مصر، انا مصر محتاجه افكر، محتاجه اقود اي عمليه في المنطقه، لازم اقود، مش اتبعها، لازم اقود. فقلنا لا ستوب، احنا مش هنروح، احنا ممكن نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا. الحقيقه هما ما كانوش طالحين المروح كمان، بس كمان انت ما انت برضه ما تقوليش وافق. انا مؤيد حقوقك الكامله في انك تدافع عن خطوط حمراء عندك، تمام، خاصيتك الجنوبيه، تمام، في اليمن. لكن لازم وانت بتدافع انت لازم تعرف ان في محيط عربي لازم طيب تشتغل معاه. معلش يا دكتور عبد الحليم، اذا كانوا دول ما حدش بيصدقهم والشارع ما بيصدقهمش وكده، حد ممكن يسال يقول لك طب ليه احنا كنا متوترين كده امنيا؟ يعني كان في توتر وفي عمليات انتشار لحمايه المنشات العامه الى اخره، ده ايه سببه؟ ليه خالد برغم ان الموضوع بسيط وما حصلش حاجه النهارده بيعمل برنامج عنه؟ ده واجبك كاعلامي تعمل برنامج عن ده. ليه صحافه النهارده كل منشتاتها عن الحزب رغم الحزب تافه بكل المقاييس لا يساوي جناح بعوضه؟ ليه منشتات الجرايد بالكامل النهارده من فئة الاجنبيه عن الموضوع؟ واجبها كاعلام، واجب الداخليه يا استاذ خالد. انا انا مش هسيب الدنيا توصل لحاله ان انا متوقع ان مفيش حاجه طب اروح انام في البيت. لا، انا بعمل الهوم ورك بتاعي. هوم ورك الظابط ايه؟ عنده قطر، عنده قانون اسمه قانون التظاهر. ملوش دعوه مين اللي اصدره ومين اللي وافق عليه، حلو ولا وحش، مش شغلانته. انت واخد اذن ولا مش واخد اذن؟ انا عندي قانون، بنزل حضرتك مش واخد اذن اتفضل معايا بعد اذنك عشان حضرتك مش واخد اذن بالتظاهر. هو بيطبق القانون. اذا ما عملش ده الظابط يبقى مجرم، يتقدم للمحاكمه لانه يسهل عملا غير قانونيا في الشارع. انا ضد قانون التظاهر، انت ضد قانون التظاهر، تعال نروح البرلمان نغيره. لكن الى ان يتغير لازم يتطبق. الظابط ده هيطبق قانون التظاهر، فالظباط النهارده طبقوا قانون الايه؟ التظاهر. وبالتالي مفيش توتر ولا حاجه. انا بقى لحضرتك، حضرتك عايز تعمل مظاهره بقول لك من فضلك مفيش تظاهر. ابعتك ترخيص؟ لا، اتفضل حضرتك اركب معايا. ايه التوتر في كده؟ انت تشوف ان ده انفاذ للقانون. بس انا راجل بنفذ القانون، اللي بره يشوف ايه التوتر؟ انا مش متوتر، انا بنفذ قانون عندي بيقول حضرتك ما تنزلش الشارع بدون بتاع. القانون ده عمله مين؟ بس النهارده نقابه الصحفيين وهي مؤسسه حريات ومؤسسه صحفيه اصدرت بيان ادانت فيه بعض العمليات الامنيه وقالت انه في اعتداء على صحفيين او توقيف صحفيين وصرفهم، واعتبرت ان ده مخالفه. بص، كل الادانه لتوقيف اي صحفي بيقوم بواجبه المهني في الشارع في رصد عمل زي ما الضابط بيقوم بواجبه المهني، الصحفي لازم يقوم بواجبه المهني. بس هل تم مثلا اتفاق ما بين نقابه الصحفيين ووزاره الداخليه وسلمت كشوف باسماء الصحفيين من انت النهارده عندك مندوبين في البرلمان، تمام، عندك مندوبين في وزاره الخارجيه، تمام، عندك مندوبين في الرئاسه، ينفع رئيس الجمهوريه يعمل مؤتمر وحضرتك تروح وما انتش مندوب في رئاسه؟ لا طبعا. ينفع الداخليه تعمل مطاوعه حضرتك تروح؟ بس اعمل لي مندوبين في الشارع لتغطيه المظاهرات عشان نفق، ويبقى واخد علاء واخد ترقيق ومعاه كده بادج من وزاره الظابط، يعمل له كده تعظيم، اتفضل يا فندم ادي واجبك وانا ادي واجبك. لا لا، ليه؟ انا بتكلم على حتى منع الصحفيين من هم يقفوا على، ما انا بقول لحضرتك ان ده يقفوا للتظاهر. يعني بص، ما هو برضه يعني برضه سلالم النقابة لم تصنع للتظاهر. يعني أنا مش ضد الناس تتظاهر، بس خلينا نقول بس بس هي رمز، من غير رمز ماشي، بس من غير ما حد يتضايق أو ينجرح. إحنا نقابة رأي، إذا الصحفي يتظاهر مين يكتب؟ مين يطلع في الإعلام؟ بس في الحق الصحفيين هم يقولوا رأيهم برضه. ما تقول أنت عندك ألم. لا يعني حتى لو يعني أنت عندك ألم وعندك تلفزيون وبتتظاهر يا دي الليلة السوداء، أمال المواطن يعمل إيه؟ ده حاجة غريبة جدا. يعني انا النهارده انا ضابط جيش وعندي حرب في الشارع، كويس، اقعد اتفرج عليها في التلفزيون؟ طب انا مواطن بقى اتفرج عليها في التلفزيون؟ انت انزل شارع بالسلاح بتاعك، مش كده؟ انت عندك قلم وعندك تلفزيون، طب خليت ايه للمواطن بتاع بولاق وبتاع المنشيه في اسكندريه وبتاع المنيا؟ خليت له ايه طيب؟ ما تسيب المواطن يعمل ده وانت اعمل واجبك. اقسم بالله لو عملت وجبه لتصبح اكثر تاثيرا من اي حد في الدنيا. لكن لان النخبه تعلم ان الشعب فيه جهه. عارف الحكايه الشعر بتاعت الابنودي، البيت الشعر بتاع الابنودي اللي هو بيقول ايه؟ طول ما مش عارف مين ما سمعناش، وطول ما مش عارف مين ما سمعناش، اذا المسكه ببلاش والروحه ببلاش، لان عويضه يوم ما مش عارف ايه ما عرفناش ما شفناش. فعويضه ابو الواد والبيت
ما يعرفش حد من دول، ما يعرفوش، لانك انت طول الوقت قاعد تكتب في الجورنال وقاعد تكلم. عوضها هناك في الغيط، روح له اقعد معاه يا سيدي، اعمل اللي انت عايز، بس روح لعويضه البيت، روح لعويضه في الاحياء العشوائيه، اقعد معاه، هات لي كام واحد من النخبه دي. ها يا عم بيقوم الساعه 8 الصبح بس، مش الساعه 8 الصبح يعني، في نخبه تقوم الساعه 4 العصر ياخد الشغل بتاعه، وعلى ما الدنيا تهدى معاه تبقى 6 ينزل يشوف القهوه ويشوف الكافيه ويشوف البتاع. في عويضه، في عم جعفر، في الاحياء، روح اقعد معاه الاول. وبعدين انت لما ما تقعدش معاه فتره طويله، مش قصدي عندك، انت عايز استنى بس، لما انت ما تقعدش معاه فتره طويله، لما انا ما اقابلكش فتره طويله بقابلك بايه؟ انا خالد زي حضرتك مش كده؟ لكن لما انا بروح بيتك وبتيجي بيتي وبتكلمني واسال على اولادك، بقابلك ايه؟ خلود حبيبي، مش كده؟ صحيح. الحميميه دي، اين الحميميه اللي بينك وبين الناس؟ بعمارة ايه بتدعي؟ بينك وبينه ايه؟ بينك وبينه ورق، عمال ترسم ورق وتكتب ورق وترسم احلام في دماغك. ها؟ وفي ناس عمالة تشتغل 24 ساعة بتبني له 1.5 مليون واحدة سكنية، بتعمل له كباري، بتعمل له طرق، بتعمل له قناة سويس، بتعمل له شرق التفريعة، بتعمل له كهرباء. النهاردة مفيش حاجة بتقطع في الكهرباء، بتعمل له كل ده وانت قاعد بتكتب له عن نظام فاسد ونظام قمعي ونظام مش عارف ايه. طب يا اخي انزل كلمه، يعني الناس مش مصدقك الكلام ده. طب ما تنزل تقعد مع الاهل، انزل عشان يصدقك. طيب انزل شوف ولاده فيها ايه، بياكل منين، بيشرب منين، عيش حياته يوم. يا استاذ خالد احنا كل يوم بننزل نشوف المجاري. انا يعني الاسبوع اللي فات بكلم رئيس الوزراء، قلت له بص انا بكلمك، انا في 100 عقبه الناس سامعانا اهو، والصور نزلت في الجار، انا ركبي في المجاري، مش بكلمك بالجزمه بركبي بتاع. لما كلمتنا حضرتك عن الاسفلت، يا كمال بيت دالي، انزل شوف بنفسك الاسفلت وشوف السير او شوف اللي مش عارف ايه. لما حد بيتكلمنا عن بنروح الفصول بنحل طول الوقت، انت بتحل. طب شغالين مع الناس، في ناس بقى هو ده انت لو ما نزلتش انت بقى لو نزل قال للناس اعملوا كذا، وهم حاسين بمصداقيته، حاسين انه معاهم طول الوقت، انه بيضمد جروحهم طول، ما بيظهرش كل سنه يتكلم عن حاجة ويختفي. يعني تران وصنافير دي هتخلص ومش تخلص؟ هتخلص الأسبوع ده، هيخلص ومش هيخلص. حليني لما الناس دي اللي انت شايفهم تلاقي لنا مصيبة تانية، تلاقي مصيبة تطلع فيها بيان بعد سنتين. طب ينفع التواصل مع الناس بالطريقة دي عبر البيانات الصحفية كل سنتين؟ عشان كده الناس مش هتصدقك، لكن هتصدق مين؟ اللي وقت ما انت بتدعو للتظاهر هو في الفرافرة بيفتتح مشروعات كويس؟ هو بيعمل شرق التفريع، هو بيجتمع بالناس، هو بيحل طول الوقت، بيحل. هو بيصحى الساعة 3 الفجر، هو بينام 12 بالليل، هو بينام 4 ساعات. الناس بتحس يا أستاذ خالد بالناس، بتحس بالوقت، بتحس بيك، بتحس. أنت قاعد تقول وزير الداخلية ده لا 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 لا، بس هو شايف إنه عامل له أمن، عامل له شوارع آمنة، مفيش بلطجية طول النهار، البوكش والعكش والبتاع، يطلع ظابط هاتوه، ظابط بتاع هاتوه، يطلع ظابط هاتوه، ظابط بيعذب هاتوه. كنت بتسمع الكلام ده؟ لا لا. كان حبيب العدل يقاتل حتى اخر نفس عشان ظابط. النهارده ظابط غير اقطع رقبته، يلا يا عم انا مش فاضي، انا عندي صوره دوله قدام الناس. انا كوزير مطلوب ان انا صوره الدوله تبقى دوله عادله قدام الناس كويس. طب انت بتقعد تقول من هنا للصبح في وزاره الداخليه، طب ايه سر هجومك على وزاره الداخليه؟ ليه؟ يعني ليه مثلا ما تهاجمش وزاره الزراعه وهي يعني معاناه الفلاح المصري مثلا مرعبه؟ ليه ما بتهاجمش وزاره الاسكان ومعاناه الناس اللي مش لاقيه شقق بالملايين؟ ليه ما بتهاجمش وزاره الري والفلاح مش لاقي نقطه ميه ها يحطها؟ ليه ما بتهاجمش وزاره، ليه ما بتهاجمش اشمعنى وزاره الداخليه؟ لان في هدف. هل يعني دي ان انا دراع الدوله ده ايه؟ ضمن المؤامره دي، مؤامره طبعا يعني. اقطع ده. هو ايه اهم حدث بعد 25 يناير؟ اقتحام جهاز مبعث امن الدوله. لازم العين دي افقعها، لازم ما يشوفش على الارض انا بقابل مين وبعمل ايه وبقبض من مين وبتصل بمين وبدي مين معلومات وبقعد مع مين. لازم ده يخلص. عشان كده تسخين الناس ضد وزاره الداخليه طول الوقت كل الهدف منه هو كسر اراده هذا الجهاز. طب لو اتكسرت اراده هذا الجهاز هنعيش ازاي؟ رجعنا تاني للفوضى اللي هو ما يعرفش يعيش غير فيها. لو في فوضى هو النهارده لو في فوضى. بس هل هم مؤثرين؟ هل هم مؤثرين؟ يعني انا شايفك مثلا
عامل حاجة مثلا في البوابة عن عبد الرحيم علي بيكشف صفقة البرادعي مع السي اي اي لتقسيم مصر. انت قبل كده برضو هاجمت ابراهيم عيسى وقلت ان هو تحول يعني متحولين بالقص والايام دي مش مهم بس فانت يعني. فانت يعني هل دول هم خاطرين للدرجه دي ولا خاطرين. انت النهارده لما تبقى صاحب قلم وصاحب رؤيه ودي وظيفتنا يا استاذ خالد انا النهارده طب اواجهك ازاي؟ اقول احرض عليك اقول يا امن تعالى اقبض على ابراهيم عيسى ولا ناقشك فامسك التاريخ كده واقعد تاك 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 واقول لرأي العام اهو التاريخ قدامكم بالوثائق اهو. يعني مثلا لو انت جبت عبد الرحيم علي من سنه 70 لحد النهارده هات لي كلمه مع الاخوان ما انتش هتلاقي مش كده ولا ايه؟ صحيح. بس هي دي هو ده الكلام انك انت عندك رؤيه واضحه انت عندك فيجن وانت شايف انهم دول ما عندهمش رؤيه واضحه بالظبط. انا النهارده ولا عندهم مصالح ما انا النهارده في فيرمونت بكره ضد بعده ضد انا النهارده مع السيسي بكره ضده فين الرؤيه؟ انا امتى ابقى مع الدوله المصريه بعيدا عن السيسي؟ والسيسي ده جوز امي ابن عمي ابن خالي ما بشوفوش يعني ومش عايز اشوفه بالمناسبه. اشوفه ليه؟ انا النهارده قدامي بلد البلد دي بيخدمها السيسي اشيل جزمته فوق راسي لانه بيخدم ابويا وامي وعمتي وخالتي الناس الغلابه اللي في الصعيد والناس الغلابه يشوفها في الاحياء الشعبيه. امتى يبقى الدولة المصرية هي الأساس قدامنا؟ اللي بيخدمها نشيله فوق دماغنا واللي ضدها نقول له بوضوح أنت ضد مقدرات الدولة المصرية ضد مقدرات الشعب المصري. لكن أنا النهاردة السيسي بيقربني فأنا حبيبه وحضرت أنا لقاءات كان إبراهيم والسيسي حاجة يعني سن على عسل مش عارف كنت موجود معنا يمكن ولا بتاع وحاجات تانية مفيش إبراهيم عيسى في الصورة فالسيسي مش سمع ما ينفعش ما ينفعش. انا النهارده نائب رئيس جمهوريه مصر العربيه واتكلم هنا عن البرادعي انا هنا جوه مصر وملء السمع انا مع البتاع والنظام والدوله واقف جنب السيسي واحضر المؤتمر وادعو لثلاثه سبعه طب انا بره النظام او يبقى النظام وكذا وكذا ما ينفعش لازم عنده رؤيه واضحه أنا مع الدولة المصرية ومفاصلها ولا مع ضد يا راجل ده النهارده شفتش نخبة تهاجم هي الدولة عبارة عن إيه؟ شعب ومؤسسات تهاجم مؤسسات الدولة عشان تهدمها. طب لما أنت تهدم يقول لك الدولة مؤسسات الدولة العميقة يا دي الليلة السوداء يعني أنت لما تهدم الدولة العميقة دي تروح فين الدولة؟ مش نغرق طب ولما تغرق هتعمل لي ايه؟ هتاخد اول طياره وتمشي وتسيبنا واحنا نعيش مش كده؟ عك يا عبد عك يا خلود في الهلاك ده كله والغلبان عويضه ابو الواد والبنت في بحر وابلي عكوا ليه؟ لان انا عكيتها وماشي انا ماليش علاقه بالموضوع. هو البرادعي عمل ايه؟ قال لك انا مش مع فض رابعه خليهم يعملوا تقول له يا عم ده المكالمات عايزين يعملوا كذا بؤره مسلحه عشان يعلنوا كذا جمهوريه في البتاع عشان يعلنوا دولتين ده خطه الاخوان في ذات سبعه التفاوض على اقتسام السلطه في مصر توري له الكلام ده اهو تبعته له تعمله له يقول لك لا انا مع يعني يفضلوا كده مدى الحياه. طب يا عم ده عملوا بؤره في المنيا وبؤره في اسيوط وبؤره طيب بس خليني انا بعد الفصل اللي جاي معلش يا دكتور عبد الغني انا بعشق تدفقك الرائع بس بعد الفصل الجاي هسالك على يعني هل احنا من كتر ما بنتكلم عن مؤامره ووجود اطراف خارجيه ووجود اطراف اجنبيه اقسم بالله العلي العظيم في مؤامره طيب اقسم بالاعدى ولادي اعوذ بالله اعوذ بالله واللي ينكر ده يبقى حمار رسمي وما بيفهمش حاجه والتاريخ هيثبت ده وهيكتب ده والناس اللي بعد الفاصل ان احنا بنحاول نحرق بعد الموضوع في مؤامره دول اضلاع في المؤامره 100 100. بعد الفاصل عبد الرحيم علي هنقعد وهنثبت مع حضراتكم انا هسال وهو هيجاوب المؤامره دي اللي حلف عليها بولاده ربنا يخلي لك ولاده الله يخليك بعد الفاصل هستناك اهلا بحضراتكم مره ثانيه ومع الدكتور عبد الرحيم علي النائب البرلماني والاعلامي والكاتب الصحفي وكان قبل الفاصل بيتكلم عن المؤامره. يعني طبعا دكتور عبد الرحيم انت دايما عندك وثائق ومستندات وحاجات زي كده. انا طبعا استطيع ان اتفهم انه لما الرئيس يطلع يقول قوى الشر
يعني بيشير طبعا لوجود حاجة، بس كتير الكتير منه بيخلي ممكن بعض النخب وحتى بعض الأسماء اللي أنت بتقول عليها تقول لك هو كله مؤامرة، صاحيين في مؤامرة ونازلين في مؤامرة وطالعين في مؤامرة، يعني ما يعني هو حد قال لكم امضوا على اتفاقية الحدود؟ شوف، قضية المؤامرة دي قضية غاية في الخطورة. ولما رئيس جمهورية بحجم رئيس عبد الفتاح السيسي، بحجم رئيس مصر، يقول ان احنا في خطر حقيقي، يقول ان في مؤامره على البلد دي، يقول ان احنا نخوض حرب وجود بهذا اللفظ، ها، لازم تحط تحت ده خطوط حمراء كتيره جدا. ولازم تدرس اللي بيحصل. في منطقه اسمها دار مشداد في المانيا، منطقه اسمها دار مشداد، دار مشداد في المانيا، اوكي، في اغسطس 2013 اجتمع فيها اربع اجهزه مخابرات في العالم. الاجتماع اصلا كان اسمه تركيع مصر. الاجتماع كده؟ كده. الوثيقه اللي طلعت منه وثيقه تركيع مصر. شل مصر من كافه النواحي، خاصه بعد نجاح 30 يوم وعزل الرئيس الاخواني محمد مرسي من خلال عده خطوات. بص للخطوات دي، البتاع ده اعترضته جهاز المخابرات العامه المصرية، انا بتكلم كلام واضح وبحدد اجهزة بعينها، لدرجة انه طلعوا تقرير بعد ده قال العدو على جهاز المخابرات العامة المصرية قد اعترض الوثائق، صنفونا بان احنا عدو وحصل عليها وتبجح بنشرها. واحنا عاملين اجتماع تاني تم اختراقه ولم ينشر. اتقال في ايه؟ بعدها باربع شهور، ابقاء القرار السياسي والاقتصادي في مصر في حاله شلل. ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ هو الحمد لله ما بيحصلش قوي. انا اقصد المحاولات دي. المحاولات لا لا حاولوا في المانيا، لا ما تقابلش رئيس البرلمان الالماني عشان مش عارف ايه، في امريكا يعملوا لك تظاهرات فتعمل كلمه في الامم المتحده، او يحذروك في انجلترا نبقى هناك ويبقى هيكل يقول له ما تروحش، ناس كتير ما تروحش، نبوس ايديك ما تروحش بتاع، فيروح ويكسر ويتأدب. ليه؟ لأنه عنده معلومة إنه لو ما راحش بيقع في ده، إبقاء القرار السياسي في حالة شلل، لازم أروح حتى لو واحد هيتظاهر ضدي أو حاجة، لازم أروح وأثبت إن أنا مصر، مصر الكبيرة دي اللي ما ينفعش توقف. مش عارف وقف له الأسلحة الخفيفة للشرطة عشان مش عارف إيه، فيقول لك إيه؟ تأخير ومنع الاستثمار وإطلاق حملة للتأثير على سمعة مصر المالية. ده حصل ولا ما حصلش؟ بيحصل بالملي، بيحصل. زعزعة الأمن في مصر عن طريق ضخ أسلحة من النقب والسودان وليبيا وتشاد بالملي. يعني كأنهم بيقروا في كتاب مفتوح. تمام. طب أنت بتلقط ده وبتشتغل عليه، لما يقول لك شل القرار السياسي فلازم تشتغل على إن القرار السياسي يبقى في أعلى تصوراته. واحد يقول لك إيه؟ إيه يا عم الحكاية دي؟ الرئيس من موسكو، الصين، ماليزيا، بيقاوم بقى رئيس بيقاوم ذلك، اليابان، هو عايز يقول لهم مش هتقدر تشيل القرار السياسي، مش هينفع، مش هينفع تعزلني دوليا ابدا، لان انا بتحرك ومعايا ثقل كبير غول في المنطقه، شاء من شاء وابى من ابى، اسمه مصر، بتحرك بيها لقدام كده، ما ينفعش تشلني وتقعدني جوه. يقول لك ايه؟ تعالى نعمل قضايا بره لرئيس السيسي عشان لما يدخل مثلا انجلترا ولا يدخل مش عارف ايه، اللي هو بقى ملف الاختفاء القسري والجنائيه الدوليه، اروح طالع على لندن في عز ايه؟ في عز ما بعض رجال الاعمال هنا راحوا يحذروا رئيس وزراء لندن من انه يقابل الرئيس السيسي. مين رجال الاعمال؟ ما اعرفش. لا عشان ما تقولش كده، ما انت بتعور ناس. لا لا لا، مش بعور ناس، ده اتضح بعدها، اتشاف بعدها وتعرف مين اللي راح ومين اللي اتكلم وبتاع، واتقال ده في جرايد كتير جدا، بس احنا دلوقتي في حلم ده الناس اتعدلت وبتزي الفل. انا بكلمك على لا، الناس راحت قالت ما ينفعش كذا وما ينفعش كذا، ده بيغرق البلد، فتروح في عقر دار الانجليز وانت تعلم جيدا ما يخبئونه لك، وترجع خال الوفاء. بس ما ينفعش، ما زورش، ما ينفعش، ما روحش، ما ينفعش، ما اقولش ان انا مصر في 10 داون ستريت، ما ينفعش، لازم اروح، ما ينفعش ان انا اقول ان انا مش في الامم المتحده، ما ينفعش ان انا اقول ان انا مش مع بعض. طيب هل المؤامره دي دوليه؟ انا سؤالي هو
إذا كان الغرب، يعني في بعض الناس بيحصل لها ارتباك، الغرب يحارب الآن داعش في سوريا وفي غارات جوية وفي ترتيبات مع بلدان عربية لأعمال عسكرية أوسع ضد داعش، وفي احتياج لدور مصر، لماذا يتأمرون علينا؟ هم يحتاجون إلينا في هذه الحرب. في السياسة الدولية يا أستاذ خالد معقدة شوية عن كده. يعني ألعب معاك وضدك في نفس الوقت، وألعب معاك في جزء وألعب ضدك في جزء. ومين خلق داعش؟ طب هيكسبوا مين؟ عمل داعش هيكسبوا إما يتأمروا علينا. يكسبوا أنهم يعيدوا تقسيم المنطقة في ظل سلام. أنت لما قسمت المنطقة دي في سيركس بيكو كنت بتحارب، كنت ضد فرنسا ضد أمريكا، مش كده؟ كنت بتحارب. الناس قعدت قالت طب الحرب خلصت والمنطقه دي عامله لنا دوشه، ولما يبقى فيها جيش رقم مش عارف 10 وجيش رقم مش عارف ايه، والعراق ليها جيش وسوريا ليها جيش ومصر، امتى المنطقه دي تعيش في امتى اسرائيل دي تبقى واحده الديمقراطيه المسالمه في الشرق الاوسط؟ محدش يجرؤ. حرب 73، وعشان كده لما بنحتفل كل سنه بالحرب دي بيعلمون دلوقتي في الاستراتيجيه العسكريه، كان مطلوبا الا يتكرر هذا الانتصار ابدا. فهو غايته تقسيم المنطقه بالظبط وتقزيم جيوشها. طب احنا هنتقسم ازاي؟ احنا وحده واحده. ما تقدرش. مين قال انك وحده واحده؟ ازاي عندك النوبه في الجنوب، وعندك توشكا، وعندك ده، وعندك حاجه في الوسط كده تنفع، الدلتا تنفع، وعندك الصعيد ينفع، زي ما هم مخططين يعني. بجيب لك الخريطه بره، وانا عملتها قبل كده وزعتها قبل كده، الخريطه دي موجوده عندهم، هم اللي زعوها في نيويورك تايمز مرتين اخرهم في 2005. ويقسموا السعوديه بقى، ويقسموا السعوديه الشيعه والبتاع والمنطقه الشرقيه ومكه والحجاز لوحدي. ازاي انا اعيد تقسيم المناطق دي ما تبقاش وحده عضويه بهذا الشكل؟ وراعي في التقسيم بقى ايه؟ ال 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 الديانات، المذاهب. ان انا مثلا الشيعه وسنه، اقباط ومسلمين، اقباط مسلمين، كرد وعرب، بتاع هو ده اللي انا براعيه. ليه؟ عشان تفتيت المفتت وتقسيم المقسم، وافضل اعمل ده عشان المنطقه دي ما يطلعش منها راجل في يوم من الايام. كان امل بدون يقول لك خذي الان ما تستطيع. انها الحرب قد تؤلم القلب لكن خلفك عار العرب. هل يعقل، هل ممكن طفل عربي يطلع ما رضعش العداء لدولة إسرائيل التي اعتدت على أبنائه واعتدت على أجداده وقتل؟ صحيح صحيح. هو عايز ينهي لك الفيلم ده. طب هل هؤلاء، هذه الأسماء اللي بتكررها أنت دائما وأنت نائب برلماني دلوقتي، أنت ليس فقط في حيثية إعلامية لكن أنت ليك وضع، ليك وضع برلماني، هل الأسماء دي طرف في مؤامرة بعلمها؟ بعلمها؟ بص يا فندم، ولا هم مخدوعون؟ القضية بص يا فندم، يعني مثلا اكتشفنا ايه في قضيه التمويل الاجنبي؟ قضيه 250، ودايما انا بقول 250 غير التمويل الاجنبي، ولا ما هي فيها التمويل الاجنبي وفيها اقتحام امن الدوله وفيها التخبط، ثلاث ملفات في قضيه واحده. تمام. اكتشفوا ايه؟ بيعملوا مسابقه بره لاحسن بحث عن مثلا الفقر في الوطن العربي، الفقر في مصر، الاحياء مش عارف الشعبيه، الديمقراطيه، حريه التعبير، حقوق الانسان. سي تمام. خالد وعبد الرحيم يكتبوا بحث ياخد 3 من 10. فجأة تلاقي حضرتك واخد 10 من 10. تستدعى التذكرة، اتفضل، جايزة كبيرة، انت راجل مفكر في حقوق الانسان وانت البعيد يعني ما بتفهمش خلاص ماشي. طب بعد ما خدت البتاع ده، لا ده انت في دورة بقى هتتاخد كده، هتروح دورة، الدورة دي بقى دورة مهمة للمفكرين اللي زي حضرتك اللي واخدين 10 من 10 في البحث، والدورة دي فيها بوكيت ماني كل يوم مش عارف $1000 وبتاع، وبتروح مش عارف بتروح تاخد الدورة 30 يوم ها تتظبط تمام اجتماعيا وماديا وثقافيا. خدت الدورة، دورة مالهاش علاقة لا بحقوق الإنسان ولا علاقة بحقوق العرب، ليها علاقة بالاستراتيجية اللي عايزين يطبقوها في المنطقة. يعني دول مخدوعين، بتطلع مخدوعين بتطلع ولا عارفين؟ بتيجي انت بقى سؤال، ما انا هقول لك اهو ماشي. بتيجي انت يجيبك الراجل يقول لك يا عم الحاج انت رحت الحته الفلانيه، تقول له اه، خد بالك اللي رحت لهم دول مخابرات، انت ادوك الدروس الفلانيه، تدوس في كذا كذا كذا، تدوس في تقسيم كذا كذا كذا، لخطتهم كذا كذا كذا. وهفكرك بحاجه، مصطفى النجار، ويا ريت كانت معايا المكالمه دي كنت اديها لك، كنت زعتها للناس.
راح قعد مع الاجهزه دي اللي بره، لا اللي جوه، اللي هنا عندنا، اللي هنا. طلع عمل مكالمه هسمعها لك مع، بس اقول لك تفاصيلها انا حافظها صم، مع وائل غنيم. يعني اجهزتنا المصريه جابت مصطفى النجار بالصوت والصوره، تمام، اطلعته على كل الامر. ماشي يا وائل، يا وائل بكلمك بنص طريقه كلامه يعني. مصر بتتفشخ يا وائل، الدنيا بايظه خالص، انا شفت بعيني يا وائل، انا مش مصدق يا وائل، امريكا فشخت مصر خالص، احنا جزء من مؤامره كبيره يا وائل، احنا هنضيع يا وائل، البلد بتضيع. طرف تاني بيقول له اصحى لك، غسلوا لك مخك، انت كنت عند مين النهارده؟ تقابلت مين؟ لما اجي اقول لك تعالى لي فور دلوقتي. تاني يوم بيحصل ايه؟ يشارك مصطفى النجار في اقتحام جزمه باحسام الدوله ويسرق 4 تيرة من اجهزه باحسام الدوله. حصل له ايه لما راح؟ خلص اللي اتقال له الصبح، اتقال له ده ملوش علاقه، ده ايه انت بتضحكوا عليه، ده نفس اللي بيحصل. يطلع الشاب من عندهم يلقطوا مين؟ المندوب الكبير اللي هنا. هم خدوك، امال انت عايزهم يقولوا لك ايه؟ يقولوا لك ان انت نبغى، وان انت كسبت في حقوق الانسان، وان انت جاي تطالب ان الشعب المصري ده يعيش. طب يا عم حقوق الانسان دي مره واحده بس، انه يقعد في شارع مسفلت، مش ده حقوق ولا ده مش حقوق؟ حقوق طبعا. طب انه ياكل رغيف كويس حقوق ولا مش حقوق دي؟ حقوق. انه يشتغل مش حقوق دي؟ طب انت مليارات جايه لتعليم حقوق الانسان، طب تحطها في اسفلت، في بيوت، في اناره، في صرف صحي. يعني انا مثلا فرحت جدا لما كان في معونه جايب هذا الشكل من حته فرنساوي، فقعد معاهم كمال دالي، كمال بيت دالي مع حفظ الالقاب اللي هو كمال دالي محافظ الجيزه، قال لهم طب ما احنا بس اللي صلح لنا الشوارع، بس الاسفلت بايظ في الشوارع. عندنا حيين اسمهم 100 عقبه وارض اللواء، المجاري طفحه وده طفحه، ما تجيبوا 7 مليون يورو دول تدخل في ده. راحوا حطوهم في ده. وكانت جايه لايه المنحه؟ كانت جايه لايه؟ منح للي هي بتيجي برضه حقوق الانسان. لا يا عم، ما حقوق الانسان هو المجاري برضه، دي حقوق. ان يشرب ميه نظيفه دي مش حقوق انسان؟ انه ما يبقاش ماشي والمجاري في رجله دي، هو دي حقوق مش حقوق انسان؟ ليه حقوق الانسان بس انه ينطق ويتكلم ويزعق ويعمل؟ طب ما توفروا له اكل والشرب والملبس. لا هو والتعليم. هو برضه انا متفق معاك في دي، اعمل ده. انا متفق معاك، يعني هي حقوق الانسان كمان، انه مش ده جزء من حقوق الانسان للاسف، يعني كمان ده جزء وده جزء. للاسف هي كمان بتنطبق بس على مين؟ على اللي بتقول عليهم في المظاهرات، يعني مش على اللي بيروحوا، اللي بيروحوا بيقولوا اللي بيروح ده عادي مفيش حاجه، ده ده ملوش دعوه، ده لا يمس، ده المطهر. فانت النهارده تعالى نقول حقوق الانسان بجد، تعالى نوظف الاموال دي اللي جايه، لكن تيجي تقول له تعالى نوظف، لا 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 التوزيع. ليه؟ ان هو عنده خطه اسمها تسوير المجتمع، عنده خطه اسمها انه المجتمع ده يفضل غاضب على السلطه، شايف انها ديكتاتوريه. تقول له يعني شحن دائم، تقول له يعني ايه ديكتاتوريه؟ يقول لك انا مش فاهم، بس هم قالوا لي يعني ديكتاتوريه، سلطه ديكتاتوريه. فتقول له طب انت عارف يعني ايه منبع كلمه ديكتاتوريه ونشات امتى؟ دي سلطه امبرياليه. تقول له عارف يعني ايه امبرياليه؟ يقول لك قالوا لي الليبراليه. تقول عارف يعني ايه ليبراليه؟ الراجل اللي فاهم ده ولا فاهم ده ولا فاهم ده، هو فاهم انه هم قالوا له السلطه دي وحشه، السلطه دي بعبع، السلطه دي بتقبض عليه. صحيح في مليون سلبية، بس انت بلد مصفى للأسف الشديد. هذا الرجل لله وللوطن وللتاريخ استلم بلد مصفى يا استاذ خالد. مصر عارف مصر المية بتخر من كل ناحية، صحيح. طيب عشان يحد يعمل كده يلاقيها من هنا، يعمل كده يلاقيها من هنا، يعمل كده يلاقيها من هنا. لا سين بيساعد ولا صاد بيساعد ولا مؤسسات بتساعد، ما فيش غير المؤسسات الأمنية، مخابرات العامة، مخابرات الحربية، الداخلية. هات لي مؤسسة في مصر تشتغل بعد دول. الجيش بس. واقفين الجيش بقى اللي بيبني. الجيش يعني ما الجيش يعني ما دي مؤسسات طالعة من الجيش اللي هي مخابرات الحربية ومخابرات الجيش المصري. هات لي مؤسسة بعد كده تشتغل. يا راجل الجيش يبني طرق وكباري ويجيب عيش وخضار ورز ومكرونة ويحارب ويتريقوا عليه ويقول لك جيش المكرونة. يخرب بيتك. ده جيش بلدك. مجرمين دول. ده جيش بلدك، يخرب بيت أهلك. أنت مش قادر تفهم انك انت الولاد اللي زي الورد دول اللي بيموتوا على الحدود، صحيح، نقطه دم واحده تطهر بلد زي دي. مش قادر تفهم انك انت كل ما بتتكلم يا راجل، انا بيكلموني ضباط جيش وضباط شرطه اقسم بالله يقولوا لي احنا بننام بالليل
كمية الهواء والتراب ولسعة الرملة في الخدود وفي الجسم وتحت الخيام، عشان واحنا مش زعلانين، ده احنا فرحانين ان احنا بندافع عن بلدنا، بس في الاخر اتقال علينا سين وصاد وعين ولام. ليه؟ هل احنا ده احنا ولادكم واخواتكم. صحيح. فانت ليه بتحسسه بالقلق؟ يعني انت بأمارة ايه؟ يعني بأمارة انت نايم في التكييف عايز توقعه، وبتقوم الساعه 6 المغرب على ما تفك صدرك من اللي طفحته بالليل، ها؟ بالدخان، على ما تفكه بس وتطلع البلغم بتقعد لك ساعتين، وبعدين تقعد في البانيو ساعتين، وبعدين تدعو للتظاهرات، وبعدين ما تطلعش انت يا دي الليله السوداء، والشباب يتقبض عليهم. يعني مصيبه، كارثه. يعني كارثه بتتم سواء من نخب الاخوان، من نخب النصريين، من نخب اليساريين. هو يسلك زوره ويا ده مش عارف ايه، على ما على ما يطلع من البيت. هو بيطلع لما انت تطلع على الهواء عشان يجي يقول بقين. أيوة. على المظاهرات اللي ما تمتش. الغريب جدا انه دكتور عبد الرحيم علي رغم كل ما يقوله عن الدولة المصرية ودفاعه عن الدولة المصرية وتفسيره للمؤامرات حسب الوثائق بين يديه، اصدر بيان الاسبوع ده يهاجم فيه ائتلاف دعم مصر في البرلمان المصري. هنرجع للقضية دي بس بعد الفاصل. اهلا بكم مرة تانية. رغم هذا الدفاع الهائل عن الدولة المصرية وعن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضد المؤامرات التي تحاك ضد مصر وفق نظريته، الا انه اصدر الدكتور عبد الرحيم علي بيان الأسبوع اللي فات خلال انتخابات اللجان البرلمانية، قال فيه مثلا: وقد هالني ما شاهدته بنفسه من ممارسات غير ديمقراطية من أجل السيطرة على رئاسة تلك اللجان، وحشد أكبر عدد من النواب والموالين لتلك الوجوه من خلال ما يسمى بائتلاف دعم مصر، ومصر بريئة من هذا الائتلاف، إلى آخره. في فقرة تانية بيقول أن الممارسة الديمقراطية التي كنا نتطلع إليها في هذا البرلمان قد ذهبت أدراج الرياح، وطبيعي أنه في ظل تلك الممارسات وفي ظل عودة البيعة وعودة ممثلي مشروع ما قبل 25 يناير أن أعلن انتظاري وانسحابي من خوض معركة أشبه بتمثيلية هزلية ومسرحية كوميدية. ويعني بيان صاخب وقوي جدا يا دكتور عبد الرحيم، والواحد لما بيحط وانت بتقول الكلام اللي في الفصلين اللي قبل كده، وده يعني برضو عندنا تساؤلات، يعني ازاي ده قوي قوي، يعني متسق مع ده بالظبط. ازاي بقى؟ بمعنى احساسك الحقيقي بعمق المؤامرة على البلد، احساسك الحقيقي. لسه كنا بنقول انه الجيش، اجهزة المخابرات، جهاز الامن هم اللي شغالين في البلد ده وشايلين وسخات الدنيا كلها، بجانب بالاضافة او في المقدمة منهم الرئيس. طيب، كان من المأمول ان البرلمان يقوم بدور حقيقي بجانب هذه الاجهزة عشان الشارع يحس بيه. تمام. يعني مثلا تاني في اخر قضية دي شرح لاعضاء البرلمان تماما ايه قصة تيران وصنفي، واقتنعوا تماما كل الاعضاء. يعني خلينا نقول ماشي، مين شرح؟ طب خلينا نقول دعم مصر. مين شرح؟ داخل البرلمان، وزعت مذكرات وزعت بتاع وخرائط بتاع، من حق البرلمان انه يشوف كل الحاجات دي. خلينا في دعم مصر. هل لاحظت في دائرتك، هل لاحظ المواطنون الذين يسمعونني في دوائرهم نائب عامل مؤتمر بيقول لهم ايه قصة صنافير وتيرة؟ هو ما فيش حد عمل، ما هو ده الدنيا لسه، الدنيا هايجة لسه. يعني كانت امال وظيفتي ايه؟ امال اساند الدولة المصرية ازاي؟ اسيبها تولع يعني؟ يعني انت متضايق من دعم مصر ما بيساندوش الدوله، ولا متضايق منهم ان انت لم يكن لك الوظيفه اللي عليه ما بيعملهاش واللي مش عليه بيعملها؟ يعني ايه اكوش مناصب؟ طب ادي الدور. يعني كوش، طب ادي الدور. يعني التكويش ده يؤدي لايه؟ ان صورتك تبان، ها، ان الرؤيه الواحده تسيطر على البرلمان. هل ده برلمان 30 يونيو؟ انا بقول لك لا. هل ده مكان يأمله الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفم المليان؟ لا. هل ده مكان تأمله بعض الذين فكروا في دعم مصر او في القايمه؟ برضه لا. طب انت بتشكك بالفم الناس المليان في برلمانهم اهو. انا ما بشككش، بتشكك اهو الناس في برلمانهم. ليس برلمان 30 يونيو لا يدعم الرئيس السيسي. بس ثواني بس، هو انت لما تدعو لاصلاح شيء بتشكك فيه؟
يعني لما اقول لك برنامجك يا استاذ خالد بينتقصه 1 2 3 وانا بشكك في برنامج، لا انا بقول لك وظيفتك ده، انا بقول لك اقل حاجه اهو مثلا ايه تيران وصنافير، هات لي مؤتمر لنائب واحد على مستوى الجمهوريه من دعم مصر قال يا جماعه تعالوا نحكي لكم عن تيران وصنافير عشان الناس تهدى، عشان الناس تفهم ان دي بلدها ما فيهاش اللي بيقولوا عليه بلاش كل ده. انت عملت مؤتمرات؟ انا ما عملتش مؤتمرات لكن لفيت في الدايره، اتكلمت مع الناس، يمكن لف برضه في الدايره دكتور. انا ما شفتش، ومش بس ما شفتش، ما بص احنا في عصر الفيديو في عصر اليوتيوب في عصر انت مش عارف تستخبى. تقصد ان مفيش نشاط فعل لهؤلاء النواب؟ ده واحد. اتنين، انت النهارده بص انا مش عايز ادخل في اشخاص، كل ده عشان اللجنه. ثواني بس، عشان اللجنه إيه؟ معركه اللجنه، لجنه الشؤون العربيه. بص في حاجات بتبقى كاشفه، يعني في حاجات بتبقى يعني مثلا لجان البرلمان كام لجنه؟ 26. لما تبقى لجنه الشؤون العربيه ها 25 ولا 26؟ 26 يصل عدد النواب فيها 42 نائب وكانوا 58. ويصل عدد اللي في لجنه الصناعه والطاقه 9. لجنه الشؤون الدينيه اللي احنا عايزين خطاب ديني متطور وبتاع مش عارف ايه 9. لجان اخرى زي الزراعه وزي البتاع نص اللجنه دي 25. ايه القصه؟ ولما تسال من ترشحه لهذه اللجنه يقول لك هي دي لجنه خدمات، هي دي لجنه سياسات، دي لجنه بيانات، كل سنه كل 6 أشهر بنطلع بيان. تقول له طب اذا لو انت شايف الرؤيه دي تبقى مصيبه الاول. تقصد رئيسها دلوقتي سعد الجمال؟ بغض النظر، انا ما انا بقول لك انا مش عايز اعرف الاسماء ليه؟ لان انا عايز اضمد جراح، مش عايز افتح جراح، بس عايز ابني، مش عايز اهدم، بس كمان عايز ابني على اسس سليمه، اللي راح راح خلاص خلصنا. لكن في جاي. بس انت واضح انك وصلت لمرحله من الغضب وحسيت انك بتستبعد. لا خالص، ان اللي جنبك يتقسم. بص بص بص، هي دي مش انا، كفاءات كثيره في المجلس. يعني انت النهارده انت ما انا بقول لك مش عايز اسقط في الاسماء عشان ما بانش في شخصنه. خلينا نتكلم بشكل عام، بشكل عام انا النهارده لما تبقى في قايمه وكفاءات نجحت في الشارع بدراعها ويجي دعم مصر ينجح في 16 لجنه. طب ما انتخابات يا دكتور، مش دكتور منهم انتخابات. 15 لجنه كانوا في القايمه مش انتخابات؟ ما هو يعني هل انت بتشكك في العمليه الانتخابيه داخل البرلمان؟ لا مش بشكك في العمليه الانتخابيه، بس انت لو تدي الناس حريه كاملة، وانا برضو مش بشكك في اخواني وزملائي النواب، لكن لما تدي المسألة حرية كاملة ان الناس تدخل اللجنة اللي هي عايزاها المقاربة لتخصصاتها. يعني مرة كده ابهات اعملوا ده تحقيق صحفي. انا بطلب من حضرتك، مفيش حرية في اختيار اللجان. لا لا لا، انا بطلب من حضرتك كصحفي هات 42 اسم في لجنة الشؤون العربية. انا بس عايزك تعمل حاجة، بس تروح كاتب الاسم والوظيفة المهنة، يعني بس مع كامل الاحترام لكل المهن، وشوف هل لجنة الشؤون العربية تبقى كده. يعني النواب دول اجبروا على الدخول؟ مش اجبروا، انت لما تحسسهم دخلوا حاجات ما انت لا ما تقولش. أيوة كلام دخلوا حاجات مش بتاعتهم. انا كنت بتصل بالنواب يقول لي انا داخل عشان فلان، انا داخل عشان فلان، يدعمه عايز يدعمه يعني. اي طب في كده، انت داخل اللجنة دي عشان مصر ولا عشان فلان؟ مش في بلد يا جماعه؟ يعني رئيس السيسي لما بيعين وزير بيعين وزير عشان اخوه، عشان ابن عمه، عشان ابنه، يمكن بيثق بيثق فيه. ما ينفعش، ما فيش ثقة هنا. ليه؟ في خبرة. ما هو الراجل عنده خبرة، ده رئيسها 3 مرات. ما هو هي دي برضه القضية. يعني سعد الجمال ده، أنا أسألك سؤال، إحنا طلعنا كده لقيناه هو رئيس لجنة الشؤون العربية. أنا برضه أنت عايز توقعني في الأسئلة، أنا مش عايز. والله أبداً. ليه؟ أنا بكلمك لأن اللي هو سعد الجمال ما يفوتنيش حاجة، معلش بس عايز أقول لك على حاجة، بس ما يفوتنيش حاجة. أيوة ما يفوتنيش، بس هسجل لك احترام وتقدير ليك من إنك في الوقت اللي بتدافع فيه عن الدولة المصرية في خلافك السياسي بتعرضه بصراحة، وخلافك السياسي، ودي حاجة درس لكتير من المعارضين في الحقيقة، انه الخلاف السياسي او ان انت بخدتش حاجة لم يثني عبد الرحيم علي النهاردة الحقيقة بشهد لك من انه يواصل دفاعه على الدولة المصرية. فصل ما بين خناقته في البرلمان لو اصطلحنا على تسميتها خناقة، وما بين موقفه من الدولة المصرية، انه مش احنا مش بتوع حد، لا رئيس ولا وزير ولا اي حاجه، دي دوله لكن نتخانق مع بعض عادي. النهارده سعد الجمال، قول لي بقى، خليني اقول لك كامل الاحترام والتقدير لاخي وصديقي اللواء سعد الجمال، وتربطني به علاقه طويله جدا تعود الى عام راجل محترم 90 ابان كان مديرا لامن قنا. بس خليني اقول لك، فتح السور ما جبتوش ولاده في القناة،
مش هيجي رئيس برلمان زيه في تاريخ مصر لمدة 20 سنة 30 سنة لقدام، شاء من شاء أبى من أبى. لو النهاردة تقول لي أنه نجح في السيدة زينب وعايزين ننتخبه رئيس البرلمان، أقول لك أنت تعطي أسوأ صورة لمصر والعالم عن البرلمان المصري. وصلت الرسالة؟ اثنين. فأنت تقصد أن هو من كان البشر. مش عايز برضه أسمي أبوس راسك. ما هو برضه التسمية دي تدخلني في شخصيات عامة. معلش أصل الصراع الشخصي ده مش مطلوب. كان عليه أن ينأى بنفسه من أن يقال أن الرجل الذي أتى به أحمد عز في 2005 برلمان المزور في 2010 الذي صار من أجل المصريين رئيس لجنة الشؤون العربية هو الذي أتى به دعم مصر لجنة الشؤون العربية. ما ينفعش ده يدي صورة خطأ ما هياش موجودة جوه البرلمان خالص. بس أنت بتدي صورة خطأ موجودة بحسن نية. أنت أشرف وأنزه رجل في مصر. أنت صديق عزيز، أنت المحترم، كل ده كان يجب حفاظا على الدولة المصرية، حفاظا على صورة البرلمان، حفاظا على سمعة البرلمان، حفاظا على مصر. إننا ليه؟ عشان ما يتقالش يا دي الليلة الحوسة. 2005 2010 برلمان المزور أحمد عز اللي وضع سين وصاد وعين بيضع النهارده؟ هل هذا صحيح؟ نو مش مظبوط. بس الصورة باينة إيه؟ إنها كده أهو أهو هو ده اللي أنا كنت حاطط ايد عليه طول الوقت. مش لان عبد الرحيم ترشح للجنه ولا مش عارف يترشح. هل انت ما حاولتش تتفاهم مع الائتلاف؟ يوم ما دخلت ائتلاف دعم مصر ما حاولتش تكلمه؟ اصل انا ملاحظ حاجه. ما ينفعش. انت هجومي برضو جدا. مش هجومي. رغم انه يعني ممكن تبقى الاهداف والغايات واحده. ليه انت مصمم على تكسير هذا الائتلاف؟ ليه؟ عايزها تبقى فوضى في البرلمان؟ خالص. موزاييك عمال يخبط في بعضه. خالص. بس شوف رؤية الدولة المصرية الحقيقية فين؟ مش رؤيتك أنت. هل رؤية الدولة المصرية مع مثل هذه الانتخابات داخل البرلمان التي تكاد تكون تعيينات داخل البرلمان؟ أبداً أبداً. هل رؤية الدولة المصرية مع تقسيمات بهذا الشكل قد تسيء لصورة البرلمان؟ قد. ممكن تبقى وجهه نظر غلط يا فندم. مالها بقى الدوله المصريه؟ هم دول نواب مستقلين. ما انا جزء هو ما بياخدوش قرار. مش التشريع السلطه التنفيذيه. انت قلت حاجتين خطيرين ورا بعض. ثواني بس. قلت حاجتين خطيرين. هي ايه الدوله المصريه زي قلت الناس دخلوا وهم مش عايزين. هي ايه الدوله المصريه يا استاذ خالد؟ كلنا مش كلنا الدوله المصريه. مش المؤسسه التشريعيه دي جزء من الدوله المصريه؟ جزء اساسي وكبير من الدوله المصريه. طب اذا المؤسسه التشريعيه دي ما ساعدتش مصر على ان تبني الدوله الديمقراطيه المدنيه الحديثه، من سيساعد؟ ما هو لسه البرلمان ده لسه مخلصين اللائحه. انا ما بتكلمش، انا بتكلم على انتخابات جرت. انت تباهي الامم بانتخابات جرت في الشارع، ها؟ ثم تاتي الى الداخل تجيب المعينين واللي نجحوا في القايمه تحطهم على رؤوس اللي ما هي انتخابات يا دكتور عبد الرحيم. انتخابات جرت باي شيء. علاء عبد المنعم قال المتحدث باسم الائتلاف قال ان انت خفت من انك تسقط فانسحبت. انا وانت مهاجمه بكره في البوابه. انا برضه مش مهاجمه بكره في المساحه. انا ما عايز ادخل في السكه البوابه اللي هجمه. انا مالي؟ انا مش يعني انا مش كاتب موضوع. لا 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 انا عايز افرق. لا 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 انت اي حاجه بتنزل في اليوم السابع انت مسؤول عنها. لا بس انا مش سياسي. انا مش سياسي. انا صحفي. لا لا خلينا نفرق بين الدور الاعلامي. ها يعني انا لما يعني حاسس في البوابه ده بريء. لا طيب انا لما اقوم بدور الاعلامي او الناس تقوم بدور. طب ترد بايه على علاء عبد المنعم؟ بص انا طبعا رديت وقلت يعني انا ما زلت مستعد. هو راجل بيقول ان انا خفت وان انا شعبيتي مش مظبوطه. مش هقول له ان انا اول نائب يعلن فوزه في مصر بلا استثناء. ان انا احد نواب الضربه القاضيه حسب مفهومك وحسب ما اطلقته في اليوم السابع. صحيح. ان انا خدت 62% من الجوله الاولى بدراعي لو ورايا حد غير ربنا سبحانه وتعالى ولا معايا تمويل ولا معايا حاجه. وكان اللي قدامي عشرات الملايين. تمام. مش هقول له كل ده لكن هقول له ومش هقول له الكلام بتاع اللي مش هيتطبق عملي على الارض ان احنا مثلا نقدم استقالتنا احنا اتنين بكره انا مستعد وننزل الدايره اللي يشاور عليها. يعني هو مضرب الاحمر انا هروح انزل ضرب الاحمر انا وهو ونشوف مين يكسب. لا هقول له ما هو هيراكليز الانتخابات. لا لا مش هيراكليز لان انا عارف مزاج المواطن ايه الان. يرى دعم مصر ازاي ويرى عبد الرحيم علي ازاي.
لا بلاش كله ده، تعالى نعمل مؤتمر او اتنين او تلاتة في الاحياء الشعبية. قدم رؤيتك، قول الاول، تقول مفتتح انا جاي اتكلم باسم الله الاول، ثم قدم رؤيتك وانا هقول جلال مبحين حد يجي والتلفزيون يصور ونعلن للناس كيف كان الامر. وموجود اي مكان يا عمي تحت الشقه بتاعته في ضرب العام، يعني بيته كده، المؤتمر تحت البيت على طول كده. وانا حاجه من غير اعلان، يعني لو قال لي مثلا بكره المؤتمر هقول. طب هو مش ممكن نتعاون الناس لنا، مش ممكن يعني ممكن نتعاون يعني هنا لا يشترط هنا اللجان. ليه ما قابلتش مثلا بوضع الوكيل مثلا؟ المساله مش كده خالص، ما انا مش عايز حاجه يا فندم، اقسم بالله، اقسم بالله حياه ولادي، المساله ما كده خالص. المساله انك تبقى في هارموني في الدوله المصريه ما بين عمل جيش وشرطه وقضاء واجهزه امنيه ورئيس جمهوريه وبرلمان، نبقى كل على مستوى مسؤوليه ما يحدث في الدوله المصريه. ما ينفعش ان احنا نبقى كل ده بيحصل، يعني ينفع ان انا يبقى رؤيتي عن لجنه الشؤون العربيه انها لجنه بيانات، ها، وانا عندي ارهاب في المنطقه العربيه وعندي فقر في المنطقه العربيه وعندي اقتصاد في المنطقه العربيه وعندي تقسيم في المنطقه العربية وعندي 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 وعندي، ما ينفعش. وايه رؤيتي لكل ده وشايفها ازاي وهعمل ايه؟ بص يعني بص، انت كعضو في اللجنه مش ممكن، معلش يا فندم، معلش يا فندم، انت كعضو في اللجنه مش ممكن تنصح قياده اللجنه؟ انا مش انصح بس، ده انا ساعده. ولا انت هتكمل في اللجنه دي ولا مش هتكمل؟ هكمل وهساعده، ده موضوع تاني. هساعده ليه؟ دي بلدي، انا اخدم فيها فراش في مدرسه، دي بلد جدي وبلد ولادي، وحموت فيها وحموت وانا بدافع عنها. دي قضيه مختلفه، لكن ان تشير الى العطب، ان تشير الى الخطا، ان تقول هنا يحدث خطا، ابوس ايديكم صلحوه لاننا مقبلون على مرحله مهمه، ده موضوع تاني. ليه ممنوع علينا نعمل ده؟ وليه لما نقول ده نتشتم؟ احنا قلنا ده بكل ادب بكل احترام. طلع بيه المتحدث الرسمي على اجهزه مبارك. طب هو رئيس السيسي ما كانش من اجهزه مبارك؟ هو بيتهمك انت انك. طب الوزير الحالي بتاع الداخليه ما كانش من اجهزه مبارك؟ طب وزير الدفاع الحالي، وانت ثبتت على نفسك انك اجهزه مبارك؟ سيبك بس من اجهزه مبارك، يعني ليه بتقف ليه دفاعا؟ انا بكلمك على الغباء في الكلام اللي يوصلك لحاله، ها، هي انت بتتهم مين؟ خرب بيتك، انت بتتهم مين؟ مصر دي كلها اجهزه مبارك. هو احنا على الهوا، احنا على الهوا، يعني مصر دي كلها بتاعت مين؟ مصر دي كلها كانت لحد خمس سنين بيرأسها مين؟ وكل رؤساء الاجهزه دي كانت بتاعت مين؟ لكن كان هناك من لا يوافق على سوسيات مبارك من الاجهزه الامنيه نفسه ومن الجيش، وسمعت ده باذني في عز وجود محمد حسني مبارك. صحيح. ايه المشكله؟ طيب. لكن بلاش انا مضطر اخد فاصل. هي دي مش الأخير. مش اجهزه مبارك دي اللي عملت تقرير خبر مرسي في 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 مع امريكا ومع قطر اللي بيتحكم بيه النهارده الواقع بيه اعدام. مش اجهزه مبارك دي اللي خدت النيابه دي اللي خدت بتاع ده قرار بتحويل مرسي لمحكمه الاستئناف. ان شاء الله حد يجيبكم يتصالحكم في البرلمان ونخلص من المشكله دي. صدقني انا بتكلم على هاخد الفاصل ده وهرجع لك مره ثانيه. فاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وكنا متوقفين عند الائتلاف، ائتلاف دعم مصر. تقدير يا دكتور عبد الرحيم انه من الصعب ان احنا نترك البرلمان من غير صح تيار رئيسي صح، فالى اي مدى واحد كادر زيك، يعني كادر اعلامي وسياسي ومفكر، يعني بعتقد انه ايديك لازم تبقى في ايدين الائتلاف عشان البرلمان يمشي بالهارموني اللي انت بتطلبه دلوقتي. خليني اقول لك لما تقدم نفسك برؤية وطنية سليمة لازم تقول ان المعارضة اهم من الاغلبية في التوقيت الحاضر. مفيش بلد في الدنيا فيها برلمان مفيش معارضة. طول الوقت انت بتهاجم المعارضة وكأنك اي حد، هات اي حد يقول كلمة قد كده، كأن يا ولاد يا جماعة يا جماعة شكلنا يعني في كل برلمانات العالم المعارضة اهم. ولو انت سبت المعارضة، فاكر انت زمان لما كنت بقول لك مش عارف ايه بتاع وطلعت طلعت انت مش عارف بتاع كده بناشد السيسي مش عارف ايه، بقول لك ابوس ايده ويعمل كذا بتاع، لما قاعد بضحك معاك يعني وقال لك ده عايز السيسي يساعده في مش عارف ايه في تكوين تيار معارض. التيار المعارض انت هنا طالبت اهم مليار مره
من التيار المؤيد والاغلبيه. ليه؟ لان هو ده اللي بيعمل البالانس داخل البرلمان، هو ده اللي بيخلي صوتك قدام العالم كويسه. اتنين، المعارضه الوطنيه اللي هي بتبني مش بتهدم، مش المعارضه بتاعت كل حاجه غلط وكل حاجه مش عارف ايه وعايزين نعمل ايه وكل حاجه احنا مش موافقين عليها، لا. المعارضه اللي تقدم بدائل حقيقيه. يعني انت بتصنف نفسك دلوقتي معارضه وطنيه؟ انا بصنف نفسي معارضه وطنيه حقيقيه. بقدم بدائل طول. يعني احنا لما عملنا نقد البيان الحكومه قدمنا، لما انت قلت انه بيان هزيل، قدمنا 30 صفحه سلمناها لرئيس الوزراء بنفسه وسلمناها لرئيس اللجنه اللي كان الوكيل اللجنه وكيل البرلمان، سلمناه في ايده. ليه؟ لان انت ما ينفعش ترفض او تقبل كده لله في لله، لكن انت تقول وجهه نظر. صحيح. لما جينا في القانون الخدمه المدنيه ما ينفعش ترفض او تقبل من غير ما تقول ليه. انا برفض عشان 1 2 3 ولو تصلح 1 2 3 دول انا قابل. انا مش عايز الفيلم يترمي، لا انا مش بقول كده عشان انتوا جايبين، لا مش عشان شكلك وحش. انت بتقدم رؤيه موضوعيه، ما بتتحذبش ورا رؤيه سياسيه مسبقه. تمام. ودي المعارضه الحقيقيه. تمام. ان انا ما اقولش ايه، انا راجل يسار اللي مش هيعمل مش عارف ايه. طب ما توائم. النهارده في ظروف معينه ما ينفعش فيها ده، ينفع فيها ده، ما ينفعش فيها ده، ينفع فيها ده. انا اسلام، لا، في ظروف معينه ما ينفعش فيها ده، ينفع فيها ده. خذ الان ما تستطيع، قرب المسافات. هي دي الرؤيه الوطنيه في المعارضه. تمام. انك انت تخلق تيار بهذا الشكل. وانت بدات فعلا يبني انت انا مش شايفك، بشوفك في الصور قاعد جنب 25 30 بنعمل ده بكل صعوبه. رايح انت السكه دي ولا ايه؟ لا لا خالص، لانه طبعا كلهم اصدقائي، لانه وانا كنت بتكلم مع بعض فيهم بقول لهم يعني خلوا، هو ايه اللي خلى الاخوان تنتشر كالنار في الحشيش؟ دايما كانت تخلي شعاراتها سهله وبسيطه وجامعه، ما تبقاش شعارات تفرق. فتيجي انت النهارده تقول ايه، انا هحط 10 بنود. طب بعد اذنك انا مختلف مع البند السابع، مش معايا. طب معلش عشان خاطر انا البند الخامس ده عامل لي قلق، مش معايا. طب ما تيجي خبره سياسيه ضعيفه، ما تيجي رأيك؟ ما تيجي نعمل اطار. يعني خبراتهم السياسيه ضعيفه في ائتلاف دعم مصر؟ ممكن. ليه؟ لانه خلينا اقول بوضوح، ما حدش يزعل مني، لانهم كلهم اصدقاء، كلهم ناس زي الفل، كلهم ناس وطنيين وعايزين يبنوا وعايزين يعملوا. بس الحقيقه انا ما شفتش واحد منهم مر من جنب حزب قبل كده. من الصور. ده بس هلعب منهم خبره برلمانيه؟ لا، فرق بين حاجتين. سعد الجمال الحزب الوطني. فرق بين حاجتين بس. ما احنا قلنا بقى يعني. اوكي. احنا فرق بين حاجتين. بتكلم على اسامه هيك للوفد. احنا بنتكلم على فكره الحزبيه بالمعنى التأصيل السياسي كحزب. انت مثلا طالع قياده من التجمع، طالع قياده من الوفد، طالع قياده من كذا، انت طول عمرك في اتحاد الطلبه وفي كذا وفي كذا بتمارس العمل السياسي. انت عندك رؤيه طول الوقت سياسيه بتقدمها. كويس. مش كنت وزير ولا كنت غفير، ما انت عارف نص وزرائنا مع كامل الاحترام ليهم، وده برضه جزء من خلافنا مع السيد الرئيس انه بيبقوا مش سياسيين، وبالتالي تكنوقراط، وبالتالي الرؤيه السياسيه عنهم غايبه. فبيشتغل بالمسطره والقلم، بالمسطره والقلم مع الحياه الشعبيه ومع رؤيه المصريين ومع بعض القضايا ما تمشيش. يعني عندك وزير التموين الحقيقه لانه فاهم قوي، فاهم يعني ايه مصريين، يعني ايه ناس غلابه، يعني ايه مش عارف يعني. طيب معلش انا هقف معاك عند دي. طب انتوا بخبراتكم وخبره 25 30 وخبره كثير من المعارضين داخل تحت قبه البرلمان، الاغلب اللي ليهم خبرات سابقه او توجهات سابقه مش مع ائتلاف دعم مصر، طيب ليه فاشلين حتى الان، واسمح لي استخدم فاشلين بين قوسين، في ان انتوا تشكلوا كتله معارضه؟ ليه؟ لانه الناس دي برضه مش عايز حد يزعل، الناس دي قرارها من هنا. فطول الوقت هو بيحاسب على نفسه. طب انا مش عايز يتورط، انا هضم على مصطفى بكر. طب ايه قصه مصطفى؟ طب مصطفى صاحبي وحبيبي، بس في حاجات انا مثلا. طب انا الوفد بيدعو لجبهه. طب انا موافق على الوفد وعلى السيد البدوي، صديق عزيز برضه. طب اروح ولا ما اروحش؟ طب لا. طب عبد الرحيم بيعمل جبهه. طب عبد الرحيم دوت والبتاع والمش عارف ايه لا. طب البعض، فهو مش عايز بقى يتورط في البعض الاخر. ها،
يعني للأسف بتستخدم مصر كتير وبتستخدم المصلحة العليا وبتستخدم حاجة كده مش موجودة. العلاقة بالدولة ان احنا بتوع الـ بتوع الـ ويشاور لك اشاره مش موجوده ما بتفهمش منها الاشاره دي جايه الجماعه عايزين اصل الجماعه قالوا لي مين هم دول ما تفهمش حاجه قد يكون موجوده قد يكون مش موجود لكن يا عم مفيش حد بيقول حاجه لحد حتى لو يعني موجود يعني حتى لو موجود انت كصانع قرار داخل البرلمان لازم يبقى ليك رؤيه مختلفه وتوجه مختلف انت اللي تقول له نعمل ايه في البرلمان مش هو اللي يقول لك اذا ده موجود وانا أوقن وأزعم وأؤكد أنه مش موجود. طيب فبعض الناس اللي هي أول ما تدخل البرلمان عندها خبرة بسيطة ده أول ما يسمع كلمة يقولك أحتمي ما هو وفكرة برضو لسه عالقة في الأذهان فكرة اللي مش مع الحزب الوطني بيخسر وقله فاكر انت زمان كان ينجح مستقل وبعدين يصف عشان الوزير يمضي لي والغفير يعملني وده مش عارف ايه دلوقتي ده مش موجود وزير هيعمل لك ايه ما عندوش حاجه يعني انا كنت عند السيد رئيس الوزراء بس يمكن ما هم يمكن مؤمنين لازم يكون في تيار واحد رئيسي مزبوط ما يفتتش احنا شفنا اول ايام من اللي احنا شفنا ايام السودة معاكم في الاول 90% من اللي جوه دعم مصر مؤمنين بده حقيقه مؤمنين بالدوله الوطنيه ومؤمنين بانه لازم يعملوا لازم نحافظ على البلد بس تعال نحافظ عليها كلنا يعني انا سالت سؤال هم بيقولوا للناس مثلا انه لو البرلمان فلت مننا ده في ماده في الدستور بتقول عزل رئيس طب اعملوا استبيان كده؟ لا ما تعملوش استبيان للمعارضه اعملوا استبيان ل 25 30 قولوا انت مع عزل الرئيس؟ اتحدى واحد فيهم يقول ايوه انا حوافق على عزل الرئيس اذا اقصى اليسار بيقول لك انا لا طب امال انت زعلان ليه؟ مفيش برلماني واحد لا يقدر ما يفعله الرئيس السيسي لا يحب بشكل شخصي بقى لأن المحبة دي من عند الله الرئيس استقبل في البرلمان كما لم يستقبل زعيم آخر في برلمان مصر طيب أنت النهاردة شايف رئيس له هذه الشعبية الكبيرة في البرلمان ليه تخلي مجموعة تقول أنا بتوعه ها؟ ومجموعة تانية لا 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 إذا ما جيتش هنا أنت مش بتاعه لا أنا بتاعه أكتر منك ده شكل مش حلو لا أنا بتاعه أكتر منك وغصب عنك ورئيس السيسي يعلم كده كويس واجهزه الامنيه تبعك انا بتاعه اكتر من ليه لان انا بتاع الدوله الوطنيه اللي هو بتاعها برضه لان احنا نلتقي مش انا بتاعه انا صحراء بس ملتقي على الافكار مش على المصالح على الدوله الوطنيه ندافع عن الدوله الوطنيه لا هو يا راجل هو انا لما اقعد استرجع كده شويه واقول مرينا بسنه سودة واجيب اسماء ال 16 لك اعملوا ده انتوا صحافه صحيح كانوا فيه بس عايز تصريح يوتيوب اي حاجه اين كان طب اديني اماره بقى صحيح يعني اديني اماره اللي شال ها وكان معرض ان رقبته دي تطير عشان البلد دي عارف امل دون قول لي تعبير خطير جدا يقول لك من يرفع الراس الا من طأطأها حين أز الرصاص أول ما الرصاص اشتغل كده اللي وطى راسه هو اللي هيرفعها بعد كده طب اللي وقف راجل خدها خد الرصاص خلاص مش كده ولا ايه لكن اللي طقطق بيطلع تاني براسه انا ما بقولش انه الناس طقطقت انا بقول كانوا في ماذا قدمت طيب. بس انت... حسبنا التاريخ هنحاسب بعض عليه ليه هنحاسب بعض عليه لانه وارد يا استاذ خالد تحصل ازمات قويه في المجتمع المصري بعد كده وارد طبعا طيب ده لو ما حصلتش في ناس بتختلقها من سيتصدى بصدره بس هنا هيبان ما هو التاريخ اشكرك التاريخ ما بيرحمش والزمن جاي وهيبان مين اللي هينزل يسد المواسير بصدره ها ومين اللي هينام في البيت بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الرحيم علي النائب البرلماني والكاتب الصحفي المرموق والمثير للجدل والمشاغب شكرا جزيلا واشوفكم بكره ان شاء الله تصبحوا على خير.